من جوات الألم بيطلع أمل، والمشكلة لو ما فكرنا فيها صح رح ننهد ونتعب وننهار ومش رح نطلع بأي نتيجة. علشان هيك بيكون القرار إما أن أكون أو أكون. أنا الخريجة هبة زعرب، تخصص لغة إنجليزية قسم التربية من الجامعة الإسلامية. في بداية حياتي الجامعية واجهت شوية صعوبات بسبب الوضع المادي الصعب، ولكن فضل ربنا والجامعة الإسلامية قدرت أتجاوزها. بس هذا كان سبب لإني أطلع بقرار، القرار والتفكير بإنه في ملايين الناس والطلاب اللي زيي حلمهم يفوتوا جامعة بس مش قادرين. لهيك بعد فضل ربنا ونعمة الصحبة قررنا نعمل فريق اصنع سعادة. الفريق فكرته بسيطة، إنه في اليوم نجمع شاكل أو 2 شاكل، على مدار الشهر بيكون مع كل واحدة فينا 60 شاكل، وعدد أفرادنا 10 900 شاكل. فكرة بسيطة بس قدرنا من خلالها نساعد طلاب كتير، قدرنا من خلالها نعمل مشاريع كتير، نساعد المرضى، نروح على المستشفيات نساعد المرضى، نروح على المدارس، نروح نعمل كسوة وقسائم غذائية، نوزع ألعاب في العيد وأشياء كتير. حتى في اللحظة اللي كان يضيق فيها الحال وما يكون معانا، فكرنا بإنه نلف على مدارس رفع التوجيه والثانوية العامة وننقل خبرة وتجربة طالب. وبهيك قدرنا والحمد لله نطلع بالمشكلة بحل، نطلع بفريق، نطلع بإنجاز. أنا عارفة إنه إحنا لسه ببداية الطريق، وعارفة إنه هالإشي يمكن مش كتير لازم إنه أحكيه، بس أنا الحين بحكيه علشان شغلة واحدة، إنه ما تستهينوا بأقل حاجة، لأنه أقل حاجة هي سبب لتصنع المجد، هي سبب لتصنع منك إنسان عظيم. لازم نكون على ثقة إنه ربنا لما حطنا في الظرف حط القوة الكاملة اللي عارف إنه إحنا فينا نستخدمها لحتى نوصل، لحتى نحكي إن أنا جوايا قوة بتهد جبال. نتوكل على الله ونوصل، ويا رب كلنا نوصل ونترك أثر قبل ما نرحل. السلام عليكم.